يعني مثل ما تابعنا عفاف عم نتابع الوقفات التضامنية بشكل عام تعتمد على الكلمة كقوة وتأثير وسلاح لها وليس أي نوع آخر من الأسلحة. كذلك استطاع الأدب التأثير في فكر وقناعات الشعوب أو في تشكيل ذاكرة للأمم. فدائما كان القلم هو الذي يوثق التاريخ ويخلق وجهة نظر ويشكل قناعات في قضايا مختلفة. وأيضا سلمى، هذا ما حدث اليوم عند أحرار الفكر في عوالم الأدب والشعر، كان القلم سلاحنا يوثق أرضا مقدسة محمية من شرفاء فلسطين والعالم. فكيف حاكى الأدب فلسطين القضية والمصير للأحرار وكيف وثقها؟ هذا ما سنتحدث عنه اليوم بفقرتنا الثقافية مع ضيفنا الأستاذ حسن حميد، كاتب قصصي وباحث روائي فلسطيني. يسعد صباحك استاذ. صباح النور يا مرحبا. صباح الخير استاذ. صباح الخيرات يا صباح مرحبا. العزه والفخر. الاستاذ الجلوي فراحوا كتبوا له شكفه ورقه قالوا له في وعد اسمه وعد بالفور وهي فلسطين لكم 60 كلمه بتساوي كل هالمجازر هاي اللي ساوت. انا ببساطه شديده يعني والدتي ووالدتك اعمارهم هلا الان حوالي 80 سنه و82 سنه، اعمار والدتي ووالدتك انا وابويا وابوكي او ما بدنا نحكي بالاجداد بدنا نحكي بس بالاباء هي اكبر من عمر هذه الكيان الاسرائيليه، وقد مرت على هذه البلاد ازمنه اكثر غمقا في حزنها وتدميرها ووحشيتها اكثر مما يفعله الاسرائيلي، على الرغم ان ما يفعله الاسرائيلي هو مهول بصراحه نحكي، وهذا شيء غير عادي. هم يستخدمون الشعب الفلسطيني او المناطق اللي حواليه ومنها سوريا ومنها لبنان ومنها غير يستخدموهم كانه تجارب، عم يجربوا اسلحه اوروبا التي تنتجها المصانع الاوروبيه من اجل انه والله شوفوا كيف يعني امبارح في جدل عند الاسرائيليين، في فرح عند الاسرائيليين لانه جابوا اسلحه جديده ومباشره داخل فيها الامريكان. بل انا اقول ببساطه شديده ومن الناحيه العسكريه انا ما بفهم كثير بالشغلات العسكريه، يعني الهجمات الأولى اللي كانت على غزة في يوم السبت مباشرة هي هجمات كان يقود الطيار الأمريكي هنا وهناك، لأن الطيار الإسرائيلي عجز أنه هو يشد رجليه ويشد ركبه لحتى يطلع على الطيارة ويروح يقصف، لأنه كانوا منهارين لأنه كانوا مش مدركين هذا الأمر. مثل ما شفتي كيف الضباط كانوا عم يقودوهم أبنائنا يجروهم جر ويطلعوهم نايمين داخل الدبابات، طلعوهم من داخل الدبابات طلعوهم. بتشوفي أنت هلا اليوم أمهاتنا ونسواننا وبناتنا هلا عم يحرروا البواري تبع الصوبيات هلا من الوسخ مشان انه بدنا نشعل شتويه جايه بكره. شفتيهم كانوا بعصاه يغزوهم مشان يفيقوهم من داخل غرفه الدبابه يقول له اطلع، اجى الفلسطيني، اجى يومك، اجى يوم وقت الحساب. فنحن للاسف الشديد هم يقولون يعني يوصفونا بالوحشيه، لكن هاي الصوره اللي انتم شفتوها، هذه الصوره، ما في واحد انضرب كف من الاسرائيليين، بعدين راح تاكل كفوف انت لحالك لما هذه الكفوف راح تعطيك اياها الكتب، هذه الكفوف راح الاخر بحكي لك اياها، فانت لا طلع بالدرس، طلع بالمرايه مليح، لا توجد حياه للقوه، تصمد سنه سنتين مثل ما هي صامده هلا 75 سنه، ولكن سياتي وقت الحساب، وانا اعتقد بان هذا انا الحساب، لانه هلا الان المعادله هي واضحه تماما، الفلسطيني منتصر والإسرائيلي خاسر. أستاذ حسن خلينا بس ننوه على نقطة مهمة، اليوم الأدب عم يوثق للشعوب وحروب وقضايا وعم يشكل قضية رأي عام، ولكن بالمقابل في مواجهة مع خطر الأقلام المزيفة اللي بتزور التاريخ وبتحرف الوقائع. اليوم ولو بشكل مختصر كيف ممكن تتم مواجهة خطر التزوير؟ شوفي أستاذ هلا انت انا بدي افترض انه هلا طالعه انت وصديقتك رايحين بكم تشوفهم هيك غابه، انا اعتقد بكم تشوفهم كل شيء جميل وتنتبهم لكل شيء جميل، وانت عينك وعيونهم وعيونكم جميلات، ما راح تشوفوا الشوك، ما راح تشوفوا يعني خلينا نسميها الشغلات السخيفه الموجوده في هذه الغابه، انت راح تشوفي العشب الجميل الندي الطري هيك اللي عم يلولح، بدك تشوفي الشجر، تشوفي العصافير، بدك تشوفي هذه الاقلام المزيفه للاسف الشديد اصابها الياس من اللحظات الاولى وهي عم تأتئ بالكتابه، احنا بنسميها قرزمه في الكتابه هو عم واعطوهم هلا مصاري وجابوهم، وفي عندنا للاسف ناس اعلى منهم في الرتبه فتحوا لهم مؤسسات، فتحوا لهم جرايد وفتحوا لهم جوائز. الان هلا واحد اذا عايف سما يعني عدم المؤاخذه سامحوني يعني او فقير عايف هذا حاله ما حدا منتبه له هو ممكن يروح لاي هذا مثل نقطه مي قد ما يكون وسختها عم تدور على اي مجرى اي منحدر بتنزل فيه، فهم للاسف الشديد خذوهم، واللي خذوهم مش بعاد عنينا ولا بعاد عنينا لا في النسب ولا في الجنسيه ولا في الهوى ولا في الدين ولا في الطائفه
مش بعد عنينا، بس حدا اعطاهم مصاري، كميه مصاري، فتحوا لهم تلفزيونات، فتحوا لهم جرايد، فتحوا لهم هلا مؤسسات، وفتحوا لهم مكتبات. روحي هذول المكتبات انت كلها تشوفين شو بتقراي فين، لن تجدي قصيده واحده مثل قصيده سجل انا عربي لا محمود درويش، ما راح تشوفيها، او والله منتصب القامه يمشي لا توفيق زياد، ما راح تلاقي هيك، او تلاقي كتاب مقاومه مثل الشراع والعاصفه الحنمينه، ما راح تلاقي هيك، او بتلاقي والله كتابات قصص مثلا العجيلي اللي كتبها عن الجليل الفلسطيني هي مش بهاي البهاي اطلاقا. راح تشوفي انت، خلينا نلعب سوا يا اخي، غلط هالاسرائيلي ولا وانت وعقلك كبير يا هالفلسطيني، امسح يا حبيبي، نحن ما فينا نمسح، في بالنص، في بالنص، في ديانات، في عقيده، وفي يقين، وفي تاريخ، وفي حضاره. انا كفلسطيني متت طوال 1000 سنه 2000 سنه 10,000 سنه، اريحة عمرها قديش؟ اهم مدينه في العالم واقدم مدينه في العالم كلياتها، ليست مدينه مثل شيكاغو هي الاقدم، لا، احنا عندنا بدنا ندافع عن هذا التاريخ اللي عندنا، كيف امسح انا؟ الاسرائيلي هلا امنيته وحلمه هو الكبير كلياته انه خلينا نبدا من هذه الساعه، ليش لما راحوا معك في اوسلو ولا متفقيات طابا ولا غيرها من المكان، هم كانوا يفعلون ذلك انه خلي ارجوك خلص يا اخي مشان وانا مقدرين عذابك وتعبك وكذا ومدري شو، خلينا نمحي ونبدا. وبعدين انت شوفي، انا بدي احكي شغله صغيره هيك بس عن القدس، اهلنا في القدس واغلبهم مسيحيه وفي اسلام طبعا اكيد، الصبحيات انت بالبيت مثلا على سبيل المثال بدي تقولي تبعثي للدكنجي بتعملي له تلفون تقول له اذا سمحت ابعثي علبة حليب، بتعرفي علبة الحليب شو بيجي؟ بيجي استماره هيك صار مكررها عليك 1000 مرة، بيقول لك انت بس عبي الاستماره، وين المكان اللي بدك؟ كندا، استراليا، امريكا، المانيا، وين بدك تروحي انت؟ اولادك قديش اعمارهم؟ كاتبين لك عليها انه قديش اعمار هذول الاولاد؟ خلينا ندرسهم وخلينا واطلعوا انتم من هال من هال من هالقومه تبعيت الحرب والعداء لاسرائيل، لا احنا اخوه واهل، بيحكوا لك الكلام، هذه السرديه الاسرائيليه الواهمه المزيفه المفبركه اللي صاروا يشتغلوا عليها من 75 سنه حتى هذه الساعه، مقابلها في سرديه فلسطينيه حقيقيه بتقول لك هي هي بتحكي عني، أنا ماني حاكي، هاي شجر الخروب هو بيحكي عني، هاي موجات عكا اللي هزمت نابليون بونابرت هي اللي بتحكي عني، وهي وهي وهي، وأنتم شايفين هلا اللي حدث الآن، هذول لو مو معبايين هيك مثل الجناني شلون تعبيهم بالمي، لو مو معبايين هيك هذول وطنية وحماسة وعارفين شو اللي بيصير وشغل وجهادية ويقينية خلينا نسميها هذول، ما بيشتغلوا بيفوتهم هيك بهالجسارة هاي لهذه المستوطنات. استاذة هم خدوا حوالي أكثر من 600 كيلو متر، يعني أكثر من غزة كلياتها بمرتين، غزة 360 كيلو متر تقريبا أو 65 كيلو متر، هم خدوا حوالي 600 كيلو متر مربع وسيطروا عليه ولسه موجودين لهلأ. والرواية الإعلامية الإسرائيلية تتشدق الآن وتكذب بأنه ما عاد صفي في حدا وطهرنا غلاف غزة، وين طهرت غلاف غزة؟ روح شوف بزكيم أنتم شو عم يساووا فيها بهذه المستوطنة الموجودة، روح شوف بسيدروت وهي مدينة موجودة يعني مساحتها كبيرة، روح شوف كم شارع هذول، كم فدائي فقط هم اللي مسيطرين عليها. كل هذه الروح هذه الموجودة هي بسبب الكتابة، هي بسبب الأدب، هي بسبب هذا الشعر، هي بسبب كل شيء. يعني انا شفنا نحن كتب محمود درويش على سبيل المثال كنتم تقراوا يعني هالاشعار هاي، كتب بالاخير مثلا قصيده رامي الرنت او كتب قصيده مثل الجداريه، فيها كثير من الشعر الجميل الجميل لكنه لا يؤشر كثيرا او يسمي بعض الاسماء اللي علاقه فلسطين، لكنه هو اضطر بسبب هذه المقاومه بهذا الروح انه يكتب لك المديح العالي، هو يكتب لك سجل انا عربي، هو يكتب لك ذيك يعني البنات الفلسطينيات اللي عيونهن هيك عيون مجداليات او اشياء هذا مشان ياكد على هذه الفلسطينيه الموجوده. نحن اضطرينا في بعض المرات في كتاباتنا وأدبنا نحن من أجل أن نكون أهل مباشرة وأهل هذا، لأنه في ناس مش عارفين، أنت في ناس ما بيعرفوا جغرافية فلسطين من هي وين هي، يعني في واحد بيقول له أنت، يقول له منين، يقول له أنا من سوريا، يقول له وين سوريا، يقول له بجنب فلسطين، يقول له فلسطين وين هذه فلسطين، كارثة كارثة. في هل معقول في هذا الزمن اللي احنا فيه؟ ولذلك ببساطة شديدة أن ما يحدث الآن هو حدث مفصلي له علاقة، احنا لما نحكي بالكتابة له علاقة بأحلامنا، له علاقة بتاريخنا، له علاقة، نحن عم ننتظر الجائزة، ما بتقولوا من العيد جائزة، نحن عم ننتظر هذه الجائزة وما يفعلهم الأبناء هذول بمساندة الحلفاء والأخوة. بكفي هلا الواحد من يوم أنا بعرف بالداخل يعني قديش هم بيسمعوا إعلامكم، يعني الإعلام السوري، الصحيفة، الجريدة، القولة، والهذا كل كلمة، كل أغنية عم تطلع، كل موسيقى عم تطلع، كل موجز أخبار عم يحفظوها عن غيب، انه في مخ بس بده يسمع هاي الاشياء الموجوده، اما الاشياء الاخرى هم لا ينتبهون اليها علما انهم يعرفوها وبعدين راح يعرفوها، لكن لا ينتبهون لانه في سرديه فلسطينيه من 48 حتى هذه الساعه وما قبل ايضا هم يتحدثون فيها. ولذلك هذه السرديه الفلسطينيه عندما لم تسقط في مواجهه هذه السرديه المزيفه المنفقه الاسرائيليه، هنا هذا هو الفكر. وهذه السرديه لا اقصد يعني السرد لكتابه الروايه او القصه، لا اقصد يعني ما يقوله الفلسطيني، ما يرويه الفلسطيني، ما تتحدث عنه امي وامك وجدي وجدك او ما تقول الارض، فلكل هذا الامر علينا ان يعني
نحطه بحيزه، ولذلك بدكم تشوفهم هذه الفورة، هذه القوة، هذا البأس الشديد، هذه الأيدي المالحة لأبنائنا هذول، وهذه الجسارة الغير عادية اللي ما شفناها يمكن غير بحرب تشرين. اليوم نحن من 7 تشرين الآن في عبور فلسطيني، مثل ما كان في عبور سوري لهذه الخطوط والدفاعات اللي كانت، مثل ما كان في عبور للمصريين، وعليهم أن يتعلموا. مشكلة الإسرائيلي أنه لا يتعلم، لأن القوة أفسدته، وهذا موجود في كتاباتهم، موجود في إعلامهم، موجود في صحافتهم. ولذلك علينا أن نتنبه ونقول هذه الحرارة، هذه العزومة التي تأتي لأبناء الشعب الفلسطيني هي عزوم كلياتها يعني مرحب بها ونأخذها بين الذراعين. أكيد. يعني اليوم بدنا نشكرك أستاذ حسن حميد الكاتب والروائي الفلسطيني على مشاركتك لنا ضمن هذا الصباح، ورح تبقى الكلمات دائما تحفظ في التاريخ، فلسطين الحرة، فلسطين التي عرفناها وعشقناها دائما. شكرا لك. شكرا جزيلا. صباح شكرا لك أستاذ حسن.